السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة تانية ثانوي. النهاردة إن شاء الله هناخد أول قاعدة عندنا، أول زمن اللي هو الـ present simple، المضارع البسيط. في ناس كتير بيقولوا له إيه؟ طيب ده المنهج لسه ما نزلش، لسه ما نعرفش حاجة عنه. أيوة فعلا المنهج اتغير، بس في الجرامر الأزمنة ما بتتغيرش. يعني هي الجرامر زي ما هو، لكن بيختلف المواضيع، وهنشوف ان شاء الله وهنتاكد من الكلام دوت لما الكتب ان شاء الله تنزل. وخلي بالنا من الزمن ده، الله يسهل ان شاء الله ويبقى زمن سهل. اول حاجه لازم ناخده اللي هو تكوينه اللي هو شكله. ايه هو؟ قال لي الاي واليو والوي والزي واي اسم جمع. بيجي بعده الانفينيتيف. يعني ايه الانفينيتيف؟ طبعا عارفين اللي هو المصدر للفعل، من فعل بدون اي حرف زياده. ازاي؟ يقول لي اي جو، يو بلاي، زي ايت. اسم جمع ماي فريندز، اصدقاء. مالهم بقى بيعملوا ايه؟ بلاي. يبقى ما فيهوش اي حاجه، الاي واليو والوي والزي واسم الجمع، الفعل فين؟ في المصدر، يعني الانفينيتيف ما فيهوش اي حرف زياده. طيب امال هي وشي وات واي اسم مين؟ اي اسم مفرد. بجيب بعده الفيرب، بزود له ايه؟ اي اس او اي اي اس او اس. اهم حاجه بينتهي عندي الايه؟ الاس. امتى الاي اس؟ بسرعه كده نقول سي اتش اس اتش او اكس اس اس او اس. طيب ماله الكلام ده كله؟ قال لي لو الفعل بينتهي بحرف من حروف الخمسه دول سي اتش اس اتش او اكس اس اس او اس، انا بضيف اي اس. ازاي؟ هنا بيقول لي كلمه واتش، ها اقولها ايه؟ واتشز. عندي واش هتبقى واشز، عندي جو هتبقى جوز، عندي دو اخرها برضو نزودها ايه؟ اي اس بقت داز. وطبعا عندي ميكس هتبقى ميكسز طبعا. وعندي الفعل الثاني كروس يبقى كروسز. يبقى هنا بزودت الايه؟ الاي اس لو الفعل اخره سي اتش اس اتش او اكس اس اس او اس. طب امتى الاي اس؟ من الاخر كده انا بدل ما اكتب جمله طويله نقول ايه؟ لو الفعل اخره واي والحرف اللي قبله ساكن. طبعا عارفين الحروف الساكنه، كل الحروف ما عدا A O U I E، الحروف دي كلها ايه؟ متحركه. اي حرف تاني ساكن بعمل ايه؟ بحذف الواي واحط بدلها I E S. زي carry هتبقى carries، ها study هتبقى studies. تمام كده؟ طيب واحد يقول لي ايه؟ زي كلمة play، اقول له ايوه play، الاخير واي واللي قبله ايه؟ يعني متحرك. يبقى هنا ما نحذفش الواي، امال ايه؟ نسيب الواي زي ما هي ونزود اس. يبقى هنا استخدمنا الايه؟ الاس. طب الاس في الحالة دي بس؟ لا طبعا، اي فيرب اخر ما فيهوش اي نهاية من النهايات اللي احنا قلناها، ما فيهاش سي اتش اس اتش او اكس اس اس او اس او واي واللي قبله ساكن، يبقى زي ايه تاني؟ زي فيزيت هتبقى ها فيزيتس. ليه؟ اخرها تي، ما فيهاش حاجات من اللي احنا قلناها. ديت الافعال المنتظمه ما فيهاش اي حاجه. لما الاقي فاعل انا بسميه فاعل الجمع، الاي واليو والوي والزي واسم الجمع، اخد الفعل ما فيهوش حاجه، هي وشي وات واسم المفرد، الفعل بزود له اس. طيب هي الافعال دي بس؟ قال لي في فعلين في الانجليزي غير منتظمين. ايه هما؟ اول فيرب verb to be. verb to be فعل يكون، فعل ايه؟ يكون. وانا هنا بقى ما بجيبش بي، ده المصدر، ما بجيبش بي، وانا بجيب ايه؟ بجيب ام واز وار. ام واز وار ده حاجه سهله قوي، يعني يجي معاها ام واز مع هي وشي وطبعا ايه؟ ات واي اسم مفرد، والار مع اليو والوي وز ايه؟ وازاي واي اسم جمع. طب هل فيرب تو بي اللي هو يكون بيختلف على اي من اي فعل اخر؟ لا، يعني دي مثلا كاري كارز، يحمل يحمل، هنا ام واز وار يكون.
اه طيب انا عايز بقى حاجه سهله، علشان كل ما حد اقول له مضارع بسيط يعني ايه يقول لي امو ازو ار. لا يبقى امو ازو ار هنا مش كل جمله انا بنزل امو ازو ار. امال بنزل امو ازو ار امتى؟ لما بكون بتكلم على المكان او الاسم او الصفه. ازاي؟ لما اقول انا اكون في البيت اقول ايه؟ I am at home. كده انا جبت ايه؟ مكان. لما اقول he's sad ايه؟ كده جبت sad صفة. طب لما اقول ايه؟ she's ايه؟ Ali. تمام كده؟ يبقى هنا جبت اسم صفة مكان. يبقى am و is و are هنا بيجي مع ده يا مكان يا اسم يا صفة. دلوقتي هنمسح الكلام ده كله وهناخد تاني فيرب غير منتظم. تاني فيرب غير منتظم اللي هو فيرب تو هاف، اللي هو معناه ايه؟ يملك ها او يتناول، وليه معاني اخرى كتيره حسب الايه الجمله اللي عندنا. طيب اللي هي هاف، طب دوت مالها بقى؟ قال لي الاي واليو والوي والزي واي اسم جمع بيجي معاهم مين؟ هاف. ازاي يا مستر؟ اقول له حاضر اي هاف لانش، انا اتناول الايه الغداء. دي بينها بين اللي سي مش شايفينها معلش سي. عندي مثال تاني يقول لي زي هاف كارز، هما يمتلكوا سيارات. تمام كده الجمع. عندي هي وشي وات واسم المفرد، بجيب بعده ايه بقى؟ هاز. بجيب ايه؟ هاز. اختصار ايه بقى الكلمات ديت؟ قال لي ابوستروف في اي ابوستروف اس. صلوا بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. واحد يقول لي ايه؟ يا مستر طب انا افرق ازاي من الابوستروف اس دي باز اختصارها ابوستروف اس، وهاز اختصارها ابوستروف اس؟ افاد الاثنين زي بعض في الاختصارات. هنا حسب المعنى. حسب الايه؟ المعنى. ازاي؟ يعني لما يقول لي هي نقط علي، هو نقط علي، هو ايه بقى؟ هنقول ايه؟ هاز ولا ابوستروف اس؟ ها؟ ولا نقول ايه؟ نقول ايه؟ ازنت. ايه ده؟ يبقى انا عندي هي هنا هو يملك علي ولا هو يكون علي ولا هو لا يكون علي؟ يبقى هنا عايز كلمة ايه؟ يكون. يبقى كلمة ايه؟ يكون. حسب الجملة عندي بقى ممكن اخد از وممكن اخد ايه؟ isn't. يعني هنا از معناها يكون وisn't لا يكون. مثال تاني اوضح شوية عن دوت. هي ايه كار، يبقى ناخد ايه؟ از ولا هاز؟ يبقى هنا ايه؟ هي از ا كار، يعني هو يكون عربيه. ما تنفعش، يبقى هو يمتلك ايه؟ عربيه. بالتالي لما يجيبها لي مختصره ازاي ايه كار؟ ها تمام. نفس المثال لما يقول لي ايه ابوستروف اس هاز. تمام. يبقى هنا دي معناها ايه؟ از، لكن دي معناها يمتلك. يبقى حسب الايه الكلمه اللي موجوده عندي بعرف ان هي يكون ولا يمتلك او يتناول. تمام كده. يبقى تاني فعل غير منتظم، برضو هنمسح الكلام ده يا جماعه وهنشوف النفي. هناخد بعد كده النفي اللي هو لا. لا في المضارع البسيط النيجاتيف ماله بقى؟ عندي ليه كذا طريقة، كذا ايه؟ طريقة للنفي في المضارع البسيط. اذا هنعرفه اللي هي ايه؟ تقريبا طريقة واحدة او اتنين هنشوف دلوقتي. قال لي فاعل الجمع، فاعل الجمع اللي هو الاي واليو والوي والزي واسم الجمع، بيجي بقى مع مين؟ دونت والمصدر. الفعل فين؟ في المصدر. ازاي؟ اي دونت جو، زي دونت eat. تمام؟ ما فيهاش أي مشكلة. تاني حاجة فاعل المفرد، فاعل الإيه؟
المفرد. بنفي بايه؟ بكلمة doesn't. بكلمة ايه؟ doesn't. برضو الفعل فين؟ في المصدر. يبقى doesn't الفعل فين؟ في المصدر. يبقى doesn't مع ايه المفرد؟ زي he doesn't go. The boy doesn't play. يبقى جبت doesn't مع المفرد. تمام؟ طب ادي النفي. في نفي تاني انت بتقولي عليه؟ بايه؟ النفي بنيفر. النفي بايه؟ بنيفر. ازاي؟ قال لي نيفر فاعل جمع. ها؟ ونيفر وبرده المصدر للفعل. يعني بتساوي كلمة مين؟ دونت الأولانية. I never play. They never go. ها؟ ما فيهاش أي مشكلة. طيب مع المفرد بقى قال لي فاعل مفرد. بجيب معاه مين؟ نيفر. قال لي هنا بقى الفيرب بلس اس او اي اي اس او الاضافه اللي احنا قلنا عليها. واحده واحده كده نرجع تاني لدازنت. احنا قلنا هنا دازنت وجبت دازنت ورحت جايب الفعل فين؟ في المصدر. يقول لي طب معلش جبت المصدر ليه؟ قلت علشان هنا حطيت الاضافه اس او اي اس. ما دام انا حطيت الاضافه ينفع احطها تاني؟ قال لي لا. يبقى ما دام حطيت الاضافه مره يبقى بتشيلها من هنا. خلاص دي خلاص هي دازنت جو. ذا بوي دازنت بلاي. عرفنا للمصدر. طيب هنا نيفر مع المفرد فيها اس؟ ما فيهاش اس. يبقى بالتالي الفعل ياخد الاس بتاعي. هي نيفر بلايز. تمام؟ يعني بيجي لي ازاي بقى؟ ممكن تجي لي كده شي ريدز اي بوك. تمام؟ ركزي معايا هنا شي ريدز اي بوك. فرق مديني اختيارات ايه؟ doesn't don't never. هنا كل اختيار في المضارع البسيط فعل مفرد والفعل اخره ايه؟ اس. طيب اخد بقى واحد يقول ايه doesn't، اقول لك استنى ما في هنا ايه؟ اس. يبقى هنا ناخد نفر. لكن لما يقول لي شي not read a book نفس الجمل وهقول له برده نفس الاختيارات doesn't don't never. ايه ده الفعل هنا فين؟ في المصدر. يبقى اخد never؟ لا، لازم انا احط له اس. يبقى اخد مين اللي فيها اس؟ اللي هي doesn't. يبقى النفي هنا فعل جمع don't والمصدر بيساويها بدل don't never والمصدر. ان الثاني المفرد doesn't والمصدر. هنا المفرد never والفعل بزود له ايه؟ اس. حاجات بسيطه قوي لكن بتوقعنا يا جماعه، الحرف بيوقعنا. تمام؟ في نفي تاني، في نفي كمان واحد بس هنشوفه دلوقتي. النفي الاخير ايه هو؟ قال لي ام از اور. ليه يكون؟ انا بنفي بقى بنوت او ان اوصرف تي. ايه ده؟ ام واز وار نوت او ان اوصرف تي يعني بنفي بيها برضو؟ قال لي بس قبل ما نقولها هنشتغل عليها، ركزوا معايا. ام بيجي معاها نوت بس، لكن از وار معاها ان ابوستروف تي او نوت. يبقى ام ما ينفعش الاختصارات، ما ينفعش ان ابوستروف تي، نوت بس. لكن از وار تنفع نوت وان ابوستروف تي. تمام؟ وبعدين بيجي لي بقى ايه؟ فاكرين لما قلنا ام واز وار بيجي معاهم ايه؟ يا مكان بليس يا ادجكتيف اللي هي صفه او ناون اللي هو اسم. ازاي؟ يقول لي ايه؟ اي ام not at home. He isn't happy. ايه الكلام ده؟ ها؟ She doesn't sad. ركزوا معايا. ها؟ حاطين خط تحت مين؟ doesn't. صح ولا غلط؟ ها؟ عندي هنا مين؟ sad. يبقى ما تنفعش. يبقى ناخد بدلها is ايه؟ isn't. يبقى اللي عايز اقول عليه يروح جيبها لي كده. I not play don't am not. ادي مثال تاني واحد. He
happy? Doesn't? Isn't. تمام؟ اختيارين بس. نبص على كده على الجملة هنا. I play. play الفعل فين؟ في المصدر. يبقى اخد am ولا don't؟ ايوه صح يا اماني. يبقى بناخد مين؟ don't. ليه؟ علشان الفعل فين؟ في المصدر. لكن لما يجيب لي مكان او اسم او صفة يبقى باخد verb to be اللي هي ايه؟ am و is و are. happy؟ happy هنا صفة. يبقى ما ينفعش ناخد مين؟ doesn't. ناخد verb to be. يبقى هنا بيجيب لي اختيارين ينفعوا مع الفاعل. ابص هنا في verb infinitive مصدر يبقى اجيب don't و doesn't. لكن مفيش في مكان يا اسم يا صفة باخد am و is و ايه؟ و are. طيب افرض دلوقتي انا عايز استخدم نيفر في القاعده دي، بعمل ايه؟ قال لي بتحط ام واز وار، ها ما بشيلهمش واحط نيفر هنا بعدهم واكمل ازاي؟ I am never at school. He is never sad. تمام كده؟ معلش يا جماعه انا طولت عليكم شويه في التكوينات، بس التكوينات مهمه جدا جدا جدا. يبقى اهم حاجه اللي بيغلطنا فيها النفي. عندي النفي بطريقتين اللي هي دونت ودازنت والمصدر. دونت مع الجمع ودازنت مع المفرد. عندي ام واز وايه وار نوت او ان ابوستروف تي. افرقهم ازاي؟ في مكان يا اسم يا صفه، يا مكان يا اسم يا صفه بجيب ام واز وايه وار نوت. لكن مفيش بجيب في فعل، في فعل بجيب دونت وايه وداسنت. كده خلصنا النف. هناخد ثانيه واحده، ثانيه واحده نسيتوني. النفي ايه مع كلمه ايه؟ او حلو المثال ده. هي هاف، شفتوا هاف بقى؟ ا كار. جايب لي دونت، سوري خد الاول دازنت، تاني ازنت، دونت. عندي هنا مين؟ هي، يبقى معاها ايه؟ دازنت و is it. عندي الفعل فين؟ في المصدر. يبقى اخد ايه؟ doesn't. طيب واحد يقول لي ايه؟ he doesn't have. have مش المفروض have بتيجي مع مين؟ مع الاي واليو والوي والزي واسم الجمع. لكن he بيجي معاه has. قلت لك مادام حطينا does is يبقى برجع الفعل للمصدر. يعني لما يجيبها لي كده she doesn't lunch، يروح جايب لي ايه بقى؟ has have. كفايه الاختيارين دول. طبعا having لو مديها لي اقول له ing ما تنفعش. يبقى انا عندي هنا doesn't، اخد has عشان شي، اقول لك لا ان doesn't بترجع الفعل في المصدر. ده النفي اللي انا عايز اقول لكم عليه في have وايه وhas. دلوقتي هنمسح الكلام ده كله وهناخد يا جماعه السؤال بمعنى هل. هناخد تكوين السؤال بمعنى هل. تكوين السؤال بمعنى هل في الكتاب. بالكتاب بيجيب لي تكوين السؤال بمعنى هل، وبعدين المفروض انا استنتج تكوين السؤال بالدبليو اتش، لكن احنا هناخد الاثنين. تكوين السؤال بمعنى هل قال لي ايه؟ دو وفاعل جمع، فاعل ايه؟ جمع. وبعد كده الانفينيتيف اللي هو يا رجاله يا عسلات يا بنات يا رجاله، الفعل فين؟ في المصدر. قال لي do you play tennis؟ يعني ايه؟ هل انت تلعب التنس؟ فالاجابه عليه بايه؟ yes. هل انت؟ تقول لي نعم. ايه؟ انا. يبقى I do. no I don't. تمام؟ تاني حاجه does فاعل مين؟ مفرد. وبرده الفعل في المصدر. ليه ما حطيتش الاس؟ ليه مش مفرد؟ ما حطينا اس هنا. نفس الكلام بيتعاد في النفي. يبقى does ومفرد والمصدر. ازاي؟ does he read a story؟ يبقى does he read a story يعني هل هو يقرا قصه؟ yes he does. ده الكلام يا مستر ده ايه ده؟ احنا واخدينه من كيجي او وفي ابتدائي، وانت بتدينا حاجات اعدادي ولا ايه بالظبط؟ doesn't. هقول لكم دلوقتي. يبقى هنا دو جمع والمصدر، does ومفرد والمصدر. ده السؤال الاولاني. ايه ده؟ في سؤال بمعنى هل تاني غير بدو does؟
هو مش كاتبها في الكتاب. معلش يا جماعة، اه ده منهج قديم. لا برضو معانا برضو في المنهج الجديد ار وجمع، معنى ايه؟ هل واز وفعل مفرد. ايه الفرق بقى؟ هنا دو وجمع وده زو في نفس الزمن، في نفس الايه؟ الزمن. فاكرين لما كنا بنقول بعد ام واز وار يا مكان يا اسم يا صفة؟ نفس الكلام هنا. يبقى لما اجي بسأل على مكان او اسم او صفة بجيب ام واز وايه؟ وار. السؤال are you at the zoo؟ جبت مكان. يبقى are you at the zoo؟ هل تكون في حديقة الحيوان؟ اقول ايه؟ yes. هل انت؟ اي. طب اي بتاخد ار؟ واحد يقول لي لا، يبقى اجيب اختها اللي تيجي مع الاي اللي هي ام. no I am not. تمام؟ طيب is he happy؟ is he happy؟ هل هو سعيد؟ هنقول ايه؟ yes he is. no he isn't. نفس الكلام، جبت is وهنا في صفة. طيب ممكن يجيبها لي بقى في التشوز؟ الأغلبية التشوز الشغل عندنا السنة دي بإذن الله ايه هو؟ يقول لي نقط you at the park. you at the park. جي راح جايب لي do، راح جايب لي are، راح جايب لي is، راح جايب لي does. اولا you بتيجي مع حاجتين، اول حاجة بشوفها كده you جمع، بتيجي مع مين؟ الدو والايه؟ والار. والايه؟ والاز والدز نرميهم. يبقى انا عندي اختيارين. فاكرين برنامج من سيربح المليون؟ احذف اجابتين، حذفنا الاجابتين. يبقى عندنا اثنين متشابهين، واحد يقول لي دو يو صح، ار يو صح. ايه بقى اللي يفرق لي بقى؟ ابص على الجمله او بقيه الجمله اللي بعد الفاعل. هنا ات ذا بارك مكان، والمكان بجيب فيرب تو بي. تمام؟ مثال تاني. يو نقول ايه؟ read a book. تمام؟ يروح جايب لي برضو ايه؟ do are بايه؟ does. كفايه. يبقى برضو انا جنب الايه؟ احذف اجابتين، هيحذف اجابتين. you برضو بتقول لي are وايه؟ ودو. ابص هنا اللي بعده. هنا ايه؟ الفعل فين؟ read. ولا مكان ولا اسم وصف، ده فعل. يبقى اخد على طول ايه؟ do. يبقى هنا السؤال بمعنى هل؟ لازم تركزوا قوي فيها قوي. دو جمع مصدر، داز ومفرد والايه والمصدر، لكن ار وجمع واز ومفرد. تمام؟ الاثنين في نفس الزمن. ايه اللي بيفرق لي بينهم؟ هنا في فعل، هنا ما فيش فعل. من نفس الكلام بالظبط هنمسح الكلام ده كله وهنقول السؤال بالدبليو ايه بالدبليو اتش. نفس الكلام هنكمل اخر طريقه السؤال بالدبليو اتش. W H بص بقى do. ايه ده؟ W H does. تاني W H ها are. W H is. تمام؟ هنا فاعل جمع وهنا برضو فاعل جمع، هنا فاعل مفرد is وdoes برضو فاعل ايه؟ مفرد. ايه الفرق بقى؟ في نفس الزمن، نفس الكلام. لسه قايلين السؤال معنى ايه؟ هل do does المصدر اللي هو الفعل بدون اي حرف زياده؟ ليه؟ عشان حطينا هنا الايه؟ الاسم. لكن ار واز مفيش فيرب اصلا، مفيش فعل خالص. يعني ازاي؟ لما بسال على المكان اللي انت بتذهب اليه اقول ايه؟ اين انت تذهبي؟ اين انت تفعلي؟ متى تذاكري؟ متى تتناولي الفطار؟ تتناولي، تذاكري، تلعبي، ايه ده؟ كل دي افعال. يبقى على طول بسال بدو ايه؟ وداز. واحد يقول لي ايه؟ طب يا مستر، طب الكلام دوت بيفيدني في ايه؟ بيفيدك في السؤال اللي تشوز؟ صح. وايه تاني؟ والمحادثه، الديالوج. يبقى الكلام ده كله بيفيدني في ايه؟ في سؤالين، في اللي تشوز بتيجي زي ما احنا شفنا، وفي المحادثه. ازاي؟ يعني يقول لي ايه؟ يروح جايب لي كده. شفت انا ايه؟ قبل ما اخد امثله كده عايز سؤال، يروح مديني الإجابة I go to school on Sunday. جملة زي الفل.
I go to school on Sunday يعني أنا أذهب إلى المدرسة في يوم الأحد. أبص هنا عايز أعمل سؤال في المحادثة أروح أشيل الإيه؟ آخر كلمة، آخر كلمة دي إيه؟ On Sunday يعني فترة زمنية. مين أداة استفهام بقى اللي بتسأل عليها؟ اللي هي وين؟ متى؟ حطيت وين؟ الفعل عندي فين؟ في المصدر أروح منزل دو والآي في السؤال بحولها يو تمام؟ وأروح منزل الفعل فين؟ في المصدر go to school. ايه ده؟ نبص على فوق بقى WH do WH do فعل جمع فعل جمع والايه والمصدر. يبقى هنا بتفعلي في المحادثة ولا لا؟ مش بحفظ التكون وخلاص، لا ده انا بعمل سؤال من الجملة الفعل في المصدر يبقى هنا جبت do. حاجة تانية برضو مثال عايز اعمل سؤال وراح مديني ايه؟ هي plays tennis in the club. ايه ده؟ he plays tennis in the club يعني هو يلعب التنس في النادي، في النادي ده ايه ده؟ مكان. يبقى اسأل بايه؟ على المكان وير، وعندي الفعل اخره اس اروح منزل does. he تنزل he واروح مرجع الفعل فين؟ في المصدر. ليه ما نزلوش زي ما انا حطيت الاس هنا؟ داز سرقتها من بلاي يبقى شريتها اروح حاطط بلاي واحط كلمه ايه اتمسحت من ايدي. نحسنها تاني معلش يا جماعه ايدي مسحت الحبر. تنس احطها في الاخر يبقى شيل الاجابه واحط الدبليو اتش حسب اخر كلمه او الكلمه اللي انا هسال عليها والفعل في المصدر داز هي والفعل ينزل في المصدر وكمل. يبقى هنا خدنا دبليو اتش داز ومفرد والمصدر دبليو اتش داز ومفرد والمصدر. طب المثال الاخير بقى على ايه؟ على ار واز. قال لي كده سؤال برضو انا بجيبها لكم على شكل اسئله محادثه علشان مش عايز نحفظها كده وخلاص. لا هو عايز اعمل سؤال ننزل ديك شويه كده ويقول لي ايه؟ هي از ات هوم تمام؟ هي از ات هوم هو يكون في البيت. يبقى اسال بايه؟ على البيت المكان يبقى اجيب وير. عندي از بتنزل از هي بتنزل هي. في حاجه تاني؟ خلاص وير از هي اين يكون هو فين؟ مثال تاني مثال حاضر يقول لي ايه؟ I am fine. ايه ده؟ فاين بخير الحمد لله. يبقى لي الكلمة اللي بتسأل على فاين جود نايس هابي ساد اللي هي كلمة هاو هاو. عندي اي ام تنزل ار يو ار يو بقت ايه؟ هاو ار يو اللي احنا قاعدين نحفظها. هاو ار يو كيف حالك؟ اي ام فاين. واحد يقول لي تاني ايه؟ هي از هابي. ها عملتها. طب معلش هنعمل بقى السؤال تحت معلش عشان ايه كتبت. يبقى برضو بسأل على كلمة هاو مين؟ سوري هابي بكلمة هاو وعندي از بتنزل هي تنزل مقص. يبقى هاو از هي كيف حاله كيف هو؟ هو سعيد. يبقى كده اخدنا تكوين السؤال بالدبليو اتش على طريقة الايه؟ المحادثة وازاي بستخدمها. طيب افرض بقى جات لي في التشوز اقول لك حاضر حاجة سهلة قوي يروح جايب لي كده وير نقط يو جو where you go راح جايب لي ايه؟ do are is does. ها صلوا على النبي بقى صلوا على النبي ولا انتوا حرانين؟ حطوا كوبايه شاي جنبكم بس ما تكونش سخنه قوي وشويه ميه ساقعين كده عشان الواحد ايه عطشان. يبقى where you go عندي you يبقى اخد ايه؟ يا اما do يا اما are. يبقى is وداز بالسلام. يبقى انا بركز كده يبقى الاول بقرا الجمله والفاعل اختار كلمتين ينفعوا معاها. طيب ابص هنا دو فعل جمع والفعل فين؟ في المصدر. عندي هنا مين فعل ولا ايه؟ فعل 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 ولا ايه؟ فعل ولا مكان؟ مش شايف. يبقى فعل جو يبقى اخد على طول مين؟ دو. لكن لو جاب لي كده وير نقط يو ها every day يعني ايه؟ اين انت كل يوم؟ انت بتروح فين كل يوم؟ يروح جايب ايه؟ do
does are is it and you هنا ايه every day فعل لا مش فعل يبقى على طول ما ناخدش ايه ولا do ولا does هناخد ايه are علشان you يبقى هنا مديني اختيارات فاعل ينفع معاها do و are ابص عليها اللي بعدها فعل اخد do مفيش فعل يبقى اخد verb to be يبقى كده احنا خلصنا السؤال بال WH هناخد بقى امتى بنستخدم الزمن المضارع البسيط يعني في الحالات اللي بنستخدمها هناخد الكلمات الدالة وهناخد امتى بنستخدمه بعد ما نمسح الكلام دوت هناخد دلوقتي الكيوردز الكلمات الدالة على المضارع البسيط ولو انكم انا ما بحبش اقول كلمات دالة دي ليه ان الكلمة مفيش حاجة اسمها كلمات دالة في الزمن امال ايه ده احنا زمان واخدينها كيوردز كلمات الدالة كلمات تعبر عن الحالة اللي فيها الزمن يعني امتى يعني انا ممكن استخدم usually often always هنقراهم دلوقتي وهنشرح اكتر في ازمنة تانية يعني مثلا عندنا كلمة usually عادة يعني عادة واحد متعود ان يعمل حاجة فين في الحاضر طب افرضوا بقى واحد كان بيتعود ان يعمل عادة في الماضي وبقاش يعملها دلوقتي او بيعملها دلوقتي وبحكي عليها زمان اقول ايه انا عادة كنت العب كرة القدم ما تنفعش ولا تنفع تنفع يبقى بالتالي ممكن استخدم الكلمات ديت فين في الماضي عند التعبير عن العادة خلاص يعني ما نقولش كيوردز كلمات لازم انا اشوفها اقول دي مضارع بسيط برضو هي بتساعد على التكوين بس ممكن تيجي في ازمنة اخرى هنشوف كده usually often always sometimes never ever rarely seldom frequently occasionally regularly generally every day every week every month يعني every واي حاجة معها فترة زمنية in the morning in the afternoon in the evening at night at the weekend on Fridays يعني on واي يوم من ايام الايه الاسبوع طيب مالها بقى الكلمات ديت قال لي الكلمات ديت بتبقى مكانها فين في الجمله قال لي فين يا عم الحاج قال لي فاعل وهنا بنقول الكلمه الداله وبعد كده الفعل اللي هو الفعل فين في المصدر لو هنا كان جمع لو مفرد برضو الكلمه الداله وبعد كده الفيرب بلس ايه اس ازاي اي اولز play انا دائما العب he always plays تمام وبدليل الكلام اللي بقول له بصوا فاكرين كلمه never لما خدناها في النفي قلنا ايه they never read وقلنا he never reads صح ولا لا يبقى الكلمات دي مكانها في النص طبعا ما عدا فترات اليوم بتكون في الاخر الجمله يعني كلمه ايه usual often always sometimes never ever rarely seldom frequently occasionally regularly generally generally every day فين في الاخر يعني الكلمات اللي انا حاطط عليها خط اسود هي اللي بتبقى هنا لكن دول بقيه الكلمات بتكون في اخر الجمله تمام كده ما فيهاش اي مشكله في حاجه بسيطه بقى صلوا على النبي انت بتقول لي فاعل الجمع او فاعل مفرد والكلمه الداله اللي احنا قلنا عليها والفعل في المصدر او اخره اس طيب لو عندي بقى ام واز وار ام واز وار انتوا فاكرين كنت بحط فين نيفر مع نيفر من ضمن الكلمات ديت يبقى نفس الكلمات ديت بتحط مكان نيفر يعني هنا يعني بعد ام واز وار اهو طب الكلمة او الكلمات ده بيفيدني بايه؟ هقول لك بيفيدني بايه؟ صلى على النبي يقول لي هي نقط ات هوم تمام؟ يروح مديني كده از اولوز اولوز از مفيش مكان هنا او هنا حتة ضيقة تبقى تحتها يبقى اولوز از از Always
أرز بس. تمام؟ نبص كده على الجملة، واحد يقول لي إيه؟ always بس، he always at home. طب فين الفعل؟ أي جملة لازم فاعل وفعل، هنا مفيش فعل، يبقى هنا always لوحدها ما تنفعش. واحد يقول لي إيه؟ always is، أقول لك آه عندك always is، لا هنا باخد am وis وإيه؟ وآر الأول، يبقى لازم آخد is always، ما باخدش إيه؟ always is. تمام؟ لكن لو فعل آخر غير verb to be انا باخد الكلمه الداله الاول. ازاي؟ ها هي نقط فض. تمام؟ يروح جايب لي بقى يقول لي بليز بليز اولوز اولوز بليز. عندي هنا اختيارين كفايه عشان نبقى نفرق بينهم، عندي بليز في الاخر اسم المفرد، وعندي اولوز، وعندي اولوز بليز اقول له لا باخد الكلمه الداله اللي هي اولوز الاول وبعد كده الفيرب. اهميه الشغل على الكلمات دي نعرف اماكنها، نعرف ايه اماكنها. دلوقتي هنمسح ونشوف المضارع البسيط يعبر عن ايه. دلوقتي يا جماعه هناخد بيعبر عن ايه، معلش انا طولت عليكم، بس اهم حاجه تعرفوا ان المضارع البسيط ده اطول زمن في الانجليش، في شغل كتير وفي اساس اي زمن بعد كده. ما لو عرفنا الاساسيات الفوارق بين في السؤال والنفي والكلام ده كله هنعرف هنشتغل في اي زمن اخر. طيب ايه عندنا بقى المضارع البسيط بيتكلم عن ايه؟ بيعبر عن الحقائق العلميه، زي مثلا بنقول ايه water water boils 100 سليزيوس، يعني الميه تغلي عند 100 درجه مئويه، دي حقيقه علميه. طيب بيعبر عن ايه؟ عن عادات، عن عادات وروتين. انت متعوده ان انا اذهب الى المدرسه كل يوم، I go to school every day، يبقى ده برضو مضارع ايه؟ بسيط. تمام، في ايه بقى تاني؟ قال لي في شويه كلمات هناخدهم. ايه ده غير الكلمات ديت؟ اه ليه بقى؟ ان هو بيعبر عن حاجه تانيه. ايه هو؟ بيعبر عن ترتيب الاحداث. ازاي؟ يعني انت بتقولي مثلا ساره او اماني او غاده بتقول لمامتها ايه؟ يا ماما هاتي 5 جنيه. قالت لها لا يا ساره، بعد ما تجيبي تروح تشتري الرز انا هديكي ال5 جنيه، بعد ما تشتري الرز، بعد ما تشتري الرز انا هديكي، يعني انا سوف اعطيكي الايه؟ ال5 جنيه. يبقى انا عندي هنا كلام مضارع وبعد كده سوف يبقى مستقبل، يبقى بالتالي في الكلمات دي after بعد as soon as ايه تاني؟ قال لي when. تمام؟ before by the time. تمام؟ الكلمة ديت after as soon as، بعد بمجرد ان عندما. التلات كلمات دول بيجي بعدهم مضارع بسيط اللي هو فاعل جمع والفعل في المصدر زي ما احنا قلنا، وبعد كده فاعل والايه؟ والمصدر. وايه تاني؟ اه بناخدها بالمرة ايه؟ if. ها يعني بتساوي كلمة ايه؟ if، حالة if الايه؟ الأولى. يبقى after بعد ما انا هشتري الرز انا هديكي، انا سوف اعطيكي ال5 جنيه. اهو نقول كده after بعد you تشتري ها باي ايه كيلو اوف رايس، كيلو الرز I will انا سوف give you 5 pounds. ايه الجملة الكبيرة اوي دي؟ مش جملة، ده جملتين. يبقى هنا after مضارع بسيط جه بعدها will والايه والمصدر. ترتيب الاحداث، انا هعمل حاجة وبعدين هعمل حاجة ايه اخرى، لكن before معناها ايه؟ قبل، عكس الكلام ده كله. يعني ايه؟ بيجي بعده هنا فاعل will مستقبل
والفعل في المصدر وبعد كده مضارع بسيط عكس الكلام. ليه؟ ان هم عكس. واحد يقول لي طب انا احفظهم ازاي بقى وانا لا ركزوا بقى معايا. الكلمه انا اقولها ايه؟ يبقى الجمله الحدث الاولاني اللي هو مضارع بسيط وبعد كده الحدث الثاني. لكن هنا الكلمه اولها بي، يبقى بي الكلمه الحدث الايه الثاني اي بي، يبقى بايه الحدث الايه الاول اللي هو المضارع البسيط انا هعمل كذا وبعد كده هعمل ايه الشيء الثاني. لكن بيفور بي الحدث الثاني وبعد كده الحدث الايه الاول. اما وين بقى طبعا نعرفها اللي مع ايه افتر واز سون از. طيب دي الشغل على الجزء دوت ما فيهوش اي حاجه. ايه تاني؟ قال لي يعبر المضارع البسيط عن اخر حاجه بقى عشان زهقتوا مني، معلش دي اول حلقه هتقولوا زهقتني، بس ارجو ان تتفرجوا على الايه الحلقه الاخر عشان ان شاء الله هتستفيدوا بيها باذن الله. يعبر عن ايه بقى؟ عن الجداول. الجداول؟ الجداول الامتحان، مواعيد القطارات، مواعيد الاتوبيس، اي حاجه فيها مواعيد. يبقى هنا المضارع البسيط يعبر عن المستقبل. يعبر عن المستقبل لما بيكون في مواعيد، قطارات، مواعيد امتحانات، مواعيد دروس، مواعيد الايه وسائل المواصلات، ومواعيد الايه اللي فيها اي حاجه فيها جداول. يبقى هنا بناخد المضارع البسيط. ازاي معلش هنمسح حته صغيره كده. ازاي؟ هقول دلوقتي لما يقول ايه the plane arrives، الطيارة تصل at 8:50 tomorrow. ايه ده tomorrow؟ سوف. بس هنا مواعيد ايه؟ طيارة. مواعيد طيارة يبقى بنستخدم المضارع البسيط. يبقى كده احنا خلصنا المضارع البسيط. اما حاجة تعرفوا التكوين، وما تزعلوش مني لو انا كنت طولت عليكم، بس هو لازم كنت اقول الكلام ده بالتفصيل علشان نقدر نكمل عليه. واي حد عنده تعليق يبعت لي، لو اي في عنده اي مشكله يبعت لي وانا هرد عليه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.